تتابعونا في نشرتنا بعد الفاصل. كردستان تشكل لجنة لمعالجة مشكلة مياه الشرب في مناطق أربيل، والعمل جار لبناء 4 سدود، ومحافظة أربيل تحدد محطات الوقود الجيدة وتكثف حملاتها لكشف المتلاعبين. وقتال عنيف وانفجارات في العاصمة الليبية وسط أزمة سياسية خطيرة. ولاتفيا تدمر النصب التذكاري السوفيتي المثير للجدل رغم الاحتجاجات. ووفاة الفنان جورج الراسي بحادث سير في منطقة البقاع شرق لبنان.